الجزء الثاني عشر يبدأ من قول الله عز وجل في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، إلى قوله جل وعلا في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما بين هاتين الآيتين الكريمتين آيات الجزء الثاني عشر. نشرع في الوقفات كما جرت عادتنا ولله الحمد والمنة. هناك شيء يسمى حقيقة عرفية، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة شرعية. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المعنى المراد هنا بإجماع المفسرين الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية تقول إن معنى كلمة دابة كل من يدب على الأرض من حيوان ذي روح ذكرا كان أو أنثى عاقلا أو غير عاقل، كل ذلك يسمى دابة. وأما في الحقيقة العرفية فالدابة تطلق على ذوات الأربع، وقد تخصص فتطلق على الفرس أو على ما يركب، لكن ها هنا كل أحد ذي روح مما هو على الأرض، مأخوذة من قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني يمشي ويمضي على الأرض. المقصود من هذا أن الله عز وجل تكفل بالرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فليعلم كل أحد أن ما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. فيتوكل الإنسان على ربه في الرزق ويتسلح بالتقوى، فالتقوى أعظم أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.